وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة سناء محمد الشملان، مديرة قسم العلاقات الدولية بالمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. بداية نرحب بك معنا في نشرة الثالثة، وهل حدثتينا من أين انبثقت فكرة المنصة وبالإضافة إلى أهميتها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين الكرام. طبعا فكرة المنصة أجرو بي إتش تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بضرورة إنشاء قطاع زراعي فعال يتوافق مع أهداف المشروع الإصلاحي والرؤية الاقتصادية 2030. نعم. وترجمة لرؤية حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فيما يتعلق بتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، والتوجه الكريم الذي أسست له صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظه الله. من خلال رئاستها للمجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ومتابعتها الحثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام. وأيضا جاءت فكرة هذه المنصة وذلك للنقص الكبير في المعلومات والبيانات في القطاع الزراعي، فلابد أن نحن نواجه هذه التحديات والنواقص في جمع المعلومات والبيانات والدراسات من مصادرها الموثوقة واستعراضها في منصة إلكترونية واحدة لتخدم أصحاب القرار في اتخاذ القرارات السليمة والمدروسة في إنشاء المشاريع التطويرية في القطاع الزراعي. طبعا أهداف وأهمية إنشاء المنصة هي توفير بيانات محدثة ودقيقة من شأنها أنها تساعد في زيادة تطوير المبادئ والمعرفة والمهارات في القطاع الزراعي، وجمع ومراجعة البيانات ودراسة المؤشرات المتغيرات البيئية الزراعية اللي من شأنها تسهم في جعل البحرين بيئة زراعية تحقق النماء الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، واقتراح أحدث التقنيات الزراعية وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، مما يجعل البحرين تواكب التطورات العالمية في عرض المعلومات والبيانات وتوصيفها بين الدول المتقدمة والمهتمة في تحقيق التطور في القطاع الزراعي. نعم. الأستاذة سناء محمد الشملان، مديرة قسم العلاقات الدولية بالمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، شكرا جزيلا لك.